بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن بتوقيع إحدى المستمعات. عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح وتقول: إذا جاء زوج أختي وأختي من السفر وجاءوا للإقامة عندنا والبيت ضيق وأنا ألبس الخمار وأريد أن أخذ حريتي في البيت، وهو ليس له أحد يزوره أو يبقى عنده إلا نحن، وبالمختصر لا يخرج من البيت، فماذا أفعل؟ هل أكشف له وجهي فقط أم لا؟ ولو كانت صدفة وشاهدني بالصدفة هل أحاسب أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هو أجنبي منك، عليك بالاحتجاب منه والحرص على ذلك وعدم تعمد كشف الوجه عنده. أما لو حصل شيء بغير اختيارك ولو حصل أن نظر إلى شيء منك أو إلى وجهك مكشوفا من غير قصد فلا إثم عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهو أيضا ليس عليه إثم إذا لم يتعمد، إذا كان نظر الفجأة لا يؤاخذ عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إنما لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظرة الأولى التي حصلت من غير قصد هذه لك بمعنى أنها معفول عنها، وأما الثانية المتعمدة فإنها لا تجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا علمت بأن شخصا ما رأى من شعري أثناء صلاتي فهل أكمل صلاتي أم أعيدها؟ إذا انكشف شيء من شعر المرأة في صلاته فإن بادر من غير تعمد، إذا انكشف هو بدون تعمد وبادرت بستره فإن صلاتها صحيحة. أما لو كشفته متعمدة أو انكشف بغير تعمد وعلمت بذلك وتركته مكشوفا فإن صلاتها باطلة، لأنها تركت شرطا من شروط الصلاة وستر العورة. والمرأة كلها عورة بالصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. جزاكم الله خيرا. إذا رأيت أختي قد بان شيء من شعرها أو من قدمها أثناء الصلاة وغطيته لها هل تكمل صلاتها أم لا؟ لأنني أنا التي رأيته فقط. إذا ستر من كشف منها الحمد لله حصل المقصود وهي لم تتعمد كشفه. أما لو كانت متعمدة كشفه ومضى شيء من صلاتها ومكشوف وهي متعمدة بطلت الصلاة ولا يغني ستره بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، رؤية المرأة لشعر أختها أو لقدمها أو لكفيها أثناء الصلاة هل يؤثر على صلاة المصلية؟ نعم، المرأة كلها عورة في الصلاة ولو لم يكن عندها أحد أو كان عندها نساء كلها عورة، فإذا انكشف شيء غير وجهها وهي متعمدة كشفته متعمدة فإن صلاتها تكون باطلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب علينا أن نقرأ في الرواتب سورا قصار بعد الفاتحة أم نقرأ الفاتحة فقط؟ الواجب والركن هو الفاتحة، وما زاد عليها من القرآن في الركعتين الأوليين فإنه سنة، سواء قرأ آيات أو قرأ سورة أو آيات من سورة، قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. جزاكم الله خيرا. إذا وافقت على ارتباطي مع شخص لا يصلي عسى أن أستطيع أن أهديه وأجعله يصلي، هل هذا الزواج صحيح؟ وإذا صح هذا الزواج ولم يصلي علما بأنني
نصحته كثيرا وأنا تزوجته على أساس أن أصلحه، ماذا أفعل؟ هذا الزواج غير صحيح من أساس. إذا كان حين العقد لا يصلي والمرأة المعقود عليها تصلي فإنه لا يصح العقد، لأنه عقد من كافر على مسلمة. الله تعالى يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. قال تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. وتارك الصلاة متعمدا كافر بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن وغيرهم. الله جل وعلا يقول عن أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم. فجعل أول الجواب عن دخول النار هو ترك الصلاة، وقرنه مع التكذيب بيوم الدين، وهذا كفر بلا شك. فكذلك ترك الصلاة يكون كفرا مخرجا من الملة، فعليه هذا العقل غير صحيح. ولا يبرر هذا أنك تقولين أنا سأدعوه وأعمل على إصلاحه، هذا غير مضمون. ثم العبرة بحالة العقد أيضا، العبرة بحالة العقد، فلو صلى بعد ذلك أنا بد من إعادة العقد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول بنت عمي قد قاطعها والدي وهو الآن مسافر، هل تجب علينا نحن بنات عمها وزوجة عمها زيارتها علما بأننا إذا زرناها سوف يحدث مشاكل؟ نعم عليك بزيارتها ومناصحتها والإصلاح بينها وبين من قاطعته حتى يعود الوفاق والوئام بينهما، فيكون هذا من عمل الإصلاح. نعم الإصلاح، والإصلاح مطلوب بين المسلمين لا سيما بين الأقارب بعضهم مع بعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعليكم بزيارتها ومناصحتها والإصلاح بينها وبين قريبها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأحساء رمزت باسمها بالحروف ها صاد ميم، تقول إنها سيدة مصرية وتقول إنها أم لأربعة أطفال، إذا مرض أحدهم أقوم بالرقية الشرعية له وذلك عن طريق قراءة الأذكار من كتاب ديني يسمى الرقى من الكتاب السنة، هل تجوز هذه الرقية أم لا بد من راق شرعي؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون ما ذكر في هذا الكتاب صحيحا وثابتا عن الله ورسوله. أنا لا أعلم عن هذا الكتاب هل هو صحيح أو ما هو صحيح، لأن هناك كتب خرافات ولا سيما الكتب التي تعد للرقية والعلاج كثيرا ما يدخلها التخريف والكذب أو الشرك والعياذ بالله، فلا بد أن يكون هذا الكتاب صادرا عن عالم موثوق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي مكشوفة الرأس وتلبس ثيابا بدون أكمام، وإذا قابلتها سجدة فهل لا بد من لبس ملابس الصلاة كاملة في الصلاة، وهل يجب لبس الشراب في الصلاة في البيت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة خالية عن الرجال الذين ليسوا من محارمها فلا بأس أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس أو مكشوفة الكفين أو ما جرت العادة بكشفه، ولها أن تسجد إذا مرت بآية سجدة، لأن السجود تابع للتلاوة ويسمى سجود التلاوة هو تابع لها ومن أحكامها. وأما لبس الشراب فالمطلوب ستر القدمين في الصلاة سواء بالثوب أو بالشراب، إذا سترته بثوبها سترت القدمين بثوبها كفى هذا، أو بالشراب كفى هذا، المطلوب هو ستر القدمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالمناسبة شيخ صالح، هل المرأة لبس خاص في صلاتها؟ ليس لها لباس خاص في صلاتها، وإنما المطلوب ستر جميع جسمها ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. طيب. وأن لا يكون هذا اللباس شفافا لا يستر ما وراءه، أن يكون ساترا لما وراءه، هذا هو المطلوب، وأن يكون طاهرا أيضا اشترط فيه الطهارة. الطهارة تشترط في الصلاة في ثلاثة أشياء، في الثوب وفي البدن وفي البقعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للأخ الأكبر حرمان إخوته العشرة من ميراث أبيهم من بيت كبير وإعطائه للأخ الأصغر فقط بحجة
أن الطبيب ينذره بفقدان السمع بعد 5 سنوات، مع العلم أن هذا الأخ في ريعان الشباب ويعمل هنا بالمملكة ومرتبه يعينه على تكوين مستقبله وزواجه. جزاكم الله خيرا. هذا ظلم واغتصاب، لا يجوز حرمان ورثه من ميراثهم وإعطاؤه لأخيهم الأصغر إلا برضاهم. إذا رضوا بذلك وتبرعوا لأخيهم الأصغر الحمد لله وهم على أجر في ذلك، أما إذا لم يرضوا ولم يسمحوا فلا يجوز أخذ مواريثهم أو ميراثهم وإعطاؤه لهذا الصغير أو هذا المصاب كما ذكر السائل إلا برضاهم واختيارهم. وإذا أراد هذا أن ينفع أخاه فلينفعه من ماله الخاص ولا يجبر إخوانه على أخذ أمواله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول زوجها يعمل من 6 صباحا حتى 10 ليلا، وكذلك يوم الجمعة ما عدا وقت الظهيرة يأتي للغداء ثم ينام ويخرج في 3 عصرا، فيترك لي مسؤولية تربية الأطفال وتوجيههم وتعليمهم، وحتى وقت مرضهم أخرج وحدي إلى الطبيب بهم، فهل علي ذنب في هذا الخروج؟ وهل عدم مشاركته لي في هذه الأمور يؤثر على تربية الأطفال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الزوج محتاجا للعمل والكسب من أجل الإنفاق على نفسه وعلى أولاده فهو مأجور، لكن بشرط أن يحافظ على الصلوات في مواقيتها وصلاة الجمعة مع المسلمين، ثم يشتغل في بقية الأوقات وهو مأجور في هذا إذا كان قصده كفاية نفسه وكفاية من يمونه. وأنت أيضا على أجر إذا تعاونت معه فقمت بتربية الأولاد و القيام بحاجتهم والذهاب بهم إلى الطبيب إذا احتاجوا إلى ذلك، أنت مأجورة على هذا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن عليك عند الخروج بآداب الإسلام، التزام آداب الإسلام بالحجاب والستر وعدم الاختلاط بالرجال والحذر من الفتنة. يجوز الخروج بهذه الشروط من أجل الحاجة والتعاون مع الزوج في مهمته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن العمل شيخ صالح بهذه الطريقة المتواصلة من 6 صباحا حتى 10 من الليل، هل ترون أن هذا يكون صحيحا 100%؟ ربما أنه محتاج إلى هذا. ربما أنه محتاج إلى هذا، إذا كان دفعته الحاجة إلى هذا الشيء فإنه مثاب على ذلك. نعم. وإذا كان الهدف الاستكثار من هذه الدنيا وزخارفها ومتاعها، على كل حال هذا مباح، العمل مباح. نعم. ولكن المشقة على النفس إلى حد لا تتحمله هذا غير مرغوب فيه. على الإنسان أن يعطي نفسه حقها من الراحة. إن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز إذا أعطى لي زوجي مصروفي الخاص أن أتصدق به للفقراء أو أحد أقربائي المحتاجين دون علمه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا لم يحصل بهذا ضرر على الأولاد وكان فيه زيادة فلا بأس بالتصدق منه، وأنت مأجورة وهو مأجور على ذلك. أما إذا كان هذا يضر بالأولاد فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أثيوبيا مدينة غندر رسالة بعث بها مجموعة من الشباب يقولون: نحن شباب مدينة غندر في أثيوبيا يشكرون الإذاعة ويشكرون أصحاب الفضيلة العلماء المساهمين في الإجابة على أسئلة البرنامج، ويتوجهون بعدد من الأسئلة من بينها هذا السؤال: نرجو من الأفاضل العلماء الرد عليه، هل تجوز الصلاة خلف إمام يؤمن بالطرق المحدثة ويستغيث بالأولياء الصالحين؟ جزاكم الله خيرا. أولا نشكر الإخوة على شعورهم نحو إذاعة القرآن ونحو العلماء المجيبين على أسئلة المستمعين، وهذا يدل على خير، على رغبة في الخير. وهذه الإذاعة وهذا البرنامج بالذات ما جعل الله لنفع المسلمين والحمد لله. وأما هذا الإمام الذي يستغيث بالأولياء والصالحين ويدعوهم من دون الله، هذا مشرك، الشرك الأكبر، لا يجوز أن يصلى خلفه ولا تصح صلاته هو في نفسه ما دام على هذه العقيدة الباطلة، حتى يتوب إلى الله ويخلص العبادة لله عز وجل. فإن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، ودعاء الصالحين من دون الله شرك أكبر، هو شرك الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. قال تعالى:
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كفارا وسماهم مشركين وسماهم كذبة. فهذا إمام يعتبر كافرا بالله ما دام على هذه العقيدة الشركية، وبالتالي لا تصح صلاته ولا يصح تصح الصلاة خلفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الطريقة المثلى للسير في ذلك المشروع؟ جزاكم الله خيرا. طريقة المثلى هي التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى كل مسلم أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف بحسب استطاعته. إن كان يقدر بتغيير المنكر باليد لأن يكون له سلطة، فإنه يغير المنكر بيده كولاة الأمور، ومن نصبهم ولاة الأمور لهذا الغرض هؤلاء لهم اليد والسلطة التي يزيلون بها المنكر. فإن كان ليس له سلطة ولا يد فإنه يبين، ينكر باللسان، يبين وينصح ويعب، وكذلك يبلغ ولاة الأمور عن هذا الشيء حتى يقوم بالواجب. فإذا لم يستطع البيان باللسان فإنه ينكره بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ويعتزلهم ويبتعد عنهم، إلا على طريق المناصحة والتذكير بالله عز وجل لعلهم يرجعون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن دراسة القرآن وتفسير القرآن وتفسير التوحيد والكتب المعينة على ذلك، وكيف هي الطرق المثلى لتدارس هذه العلوم؟ جزاكم الله خيرا. هذه العلوم لا بد لها من مدرسين أكفياء، يختار لدراسة القرآن مقرئا متقنا وتلقى القراءة عنه، ويختار لتلقي التوحيد والحديث والفقه والعربية علماء، والاختصاص في هذه العلوم يؤخذ العلم عنهم ويتلقى عنهم. هذه هي الطريقة، هذه هي الطريقة. أما أن الإنسان يعتمد على نفسه ولا يذهب إلى المدرسين ولا إلى العلماء ويقتصر على نفسه في قراءة القرآن وفي تعلم العلم، هذه طريقة خاطئة، وهذه ربما يكون ضررها أكثر من نفعها. إلا إذا كان ما عند الإنسان من يتلقى عنه القراءة ولا العلم، فإنه يقرأ في الكتب الموثوقة، الكتب الجيدة، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فيقرأ القرآن على حسب استطاعته إلى أن ييسر الله له من يقرئه قراءة جيدة. كذلك يقرأ ما تيسر له من الكتب الموثوقة والمختصرات ينتفع بها، وكذلك يستمع إلى الأشرطة الصحيحة التي صدرت عن علماء موثوقين، استمع إلى كلامهم يستفيد بعض الفائدة، ولكن لا يعتمد على فهمه، وإنما يستفيد منها حسب استطاعته. وإذا يسر الله له من يرشده ويبين له فعليه أن يرجع إلى أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة الجبيل الصناعية مستمعة تقول: أختكم أم عبد الباري. أم عبد الباري عرضنا رسالتها في حلقة مضت وأخذنا منها بعض الأسئلة، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح وتقول: ما حكم ركوب المرأة السيارة مع شاب من أقاربها لكنه ليس من المحارم، بحجة أن الخلوة منتفية، وهذا في حال المسافة القصيرة وليس السفر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الشاب مبالغا فلا يجوز لها أن تركب معه وحدها، لأن هذه خلوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أما إذا كان هذا الشاب لم يبلغ الحلم فلا بأس بأن تركب معه، أو كان معها غيرها بما من تزول به الخلوة، معها محرم أو معها نساء أو معها من تزول به الخلوة، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم خروج المرأة عن المنزل وترك الخادمة في المنزل ومعها الزوج موجود ومعه أحد أبنائه الذكور البالغين، وتكون الخادمة في مكان منعزل عنه؟ إذا كان في البيت أكثر من واحد والخادمة منعزلة لا حرج في ذلك لعدم الخلوة. أما إذا لم يكن في البيت إلا رجل واحد والخادمة فهذه الخلوة المحرمة التي لا تجوز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، الأدعية الموجودة في القرآن الكريم هل ندعو بها كما هي أم نغير من ألفاظها كصيغتها، مثلا نغير صيغتها من التأنيث إلى التذكير أو من التذكير إلى التأنيث، جزاكم الله خيرا؟ الأدعية الواردة في القرآن يدعى بها، وكذلك الواردة في السنة، وتغيير التغيير اليسير من التذكير إلى التأنيث أو العكس لا بأس به إذا كان هذا يتناسب مع الداعي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، وباعثها المستمع عين عيسى، يسأل ويقول: هل الزكاة إذا أعطيتها لعمي هل فعلي ذلك جائز أم لا، علما بأن حاجته للنقود واضحة وحالته غير جيدة؟ عمك أولى بها إذا كان فقيرا، لأن الصدقة على القريب تكون بأجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة، أجر الصلة وأجر الصدقة. إذا كان عمك محتاجا وفقيرا فهو أولى بزكاتك من غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هل إذا شخص حج عن ميت هل تقبل تلكم الحج أو لا؟ تقبل إن شاء الله إذا توفرت شروطها وأديت على الوجه المشروع، فإنها تنفع هذا الميت. ورود الأدلة بأنه حج عن الأموات، وحج عن الأموات فرائض ونوافل، وحج عنهم فريضة إذا ماتوا ولم يحجوا، أو حج عنهم نوافل إذا كانوا حجوا عن حج الفريضة قبل موته، وذلك ينفعهم ويصل إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عدنان بعث يسأل ويقول: إذا كنت في الصلاة كان أكون في الركعة الثانية وكنت على غير اتجاه القبلة، وجاء أحد الأشخاص ووجهني إلى القبلة ولم أعيد الصلاة بل اتجهت إلى القبلة وأقبلت الصلاة، هل هذا العمل جائز؟ إذا كنت دخلت في الصلاة وقد اجتهدت في تحري القبلة وليس عندك من يخبرك ولا من، وليس عندك علامات ولا أدلة على القبلة أن تكون في بر مثلا، وصليت على حسب ما أدى إليه اجتهادك، ثم جاء آخر وأرشدك إلى جهة القبلة، فصلاتك صحيحة. تنحرف إلى القبلة التي أرشدك إليها إذا وثقت من كلامه، وتكون صلاتك صحيحة. أما إذا كنت مفرطا لتحري القبلة ولم تبذل الجهد ولم تسأل وصليت إلى غير القبلة في أول صلاتك، فإنك تستأنف الصلاة من جديد، لأنك دخلت الصلاة على غير اتجاه القبلة ولم تبذل المجهود الذي ينبغي في الوصول إلى معرفة القبلة. إذا كان عندك من يرشدك إليها أو عندك أدلة تعرف بها القبلة من النظر في الشمس والنظر في القمر والنظر في النجوم إذا كان في الليل، والنظر في الشمس إذا كان في النهار والظل، كلها مما يرشد القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قاطعت أحد الأقارب وجعلت زيارته له وجعلت زيارتي له لمدة نصف ساعة كل 4 أشهر أو أكثر، وذلك لأنني لا أحب هذا الشخص أو لأن أسلوبه لا يعجبني، ولكن اضطر أن أزوره بحكم القرابة فقط والخوف من الله، هل علي إثم في تأخير الزيارة والتي قد تكون في بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر، وخاصة أنني أحس بأن هذا الشخص كأنه قد علم أو قد حس بكرهي له؟ على كل حال، زيارة الأقارب مطلوبة وهي من صلة الرحم، وأن توقيت الزيارة هذا على حسب ظروفك وحسب استطاعتك، وإذا كان هذا الشخص تكرهه لدينه فعليك بمناصحته وموعظته، أما إذا كانت كراهيته لغير ذلك لأمور شخصية فينبغي أن تتغلب على هذه الكراهية وأن تزور قريبك كل ما سمحت لك الفرصة، وتتغلب على هذه الكراهة الشخصية. والهجر ولو كان في جزء غير كثير فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. إذا كان هذا الكراهية لأمور شخصية فلا تهجر أخاك فوق 3، وإن كانت لأمور دينية فإنك إن كان يتأثر بالنصيحة ويقبل فإنك تزوره وتنصحه، أما إذا كان لا يقبل النصيحة وكان في هجره وعدم زيارته زجر له فإن هذا مطلوب، أيضا مطلوب هجره بقدر ما يرتدع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.